اليوم رح نسمع سوا لموهبة كتير مميزة من مكة المكرمة، مروان الفقي. مروان موهبة من صوت جميل ولحن جميل، صوت تنور عربي من أجمل الأصوات، بجرسة موسيقي بالكالر اللي بغني فيها، بدفاها على الواطي وبلمعتها على الطبقات العالية. رامي بصحيح المؤلف الموسيقي والموزع اللي وزع أغنية مروان، كمان رح نشوف كيف اشتغل هالقطعة ووزعها وخلقها، خلق لإلها عوالمها الموسيقية الآلاتية، ولكن كمان رح نترافق معه بالأيام القادمة والشهور القادمة والسنوات القادمة لنسمع موسيقته لأي اتجاه ومنحة رح تاخد، مع التطور رح نروح معه سوا بهالتعاون رح نعمله مع هالمواهب، مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون وأكاديمية هبة القواس، لحتى ناخد بإيد هالمواهب لمطارح أبعد موسيقية ونوقفها على مسارح عالمية وبعد موسيقي عالمي. أسعى إليك أسعى إليك أسعى إليك أسعى إليك في ظمأ الغزال أسعى إليك 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 أسعى 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 إليك إليك أسعى
تسعى إليك أسعى لن تعود
فيك أتوب فيك من كل شيء إليك أسعى